لو الحكاية فيها إن فيتو نذهب إلى القانون وبعض التعريفات المطلوب الإهتمام بها لتفهم مواد القانون كتعريف ذوي الإعاقة والقسط والوقاية والحماية الاجتماعية والدعم الشامل وشهادة التأهيل وبطاقة إثبات الإعاقة وغير ذلك من التعريفات. كما يبين هذا الباب الحقوق التي تلتزم الدولة بحمايتها كعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو الجنس وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشته وحق ذي الإعاقة وذويه في الحصول على المعلومات التي تخصه من كافة الجهات وإلى غير ذلك من الحقوق المبينة بالمادة الرابعة. ويتضمن الباب الثاني الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الحق في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات الصحية التي تقدم لكل منهم سواء كانت للوقاية أو للعلاج. ويشير الباب الثالث إلى الحق في التعليم والالتزام بتوفير وإتاحة التعليم لهم في جميع مراحل التعليم بالطرق المناسبة للظروفهم على ألا تقل نسبتهم عن 5% من المطلوبين في المؤسسات التعليمية، وكذلك تخصيص نسبة لا تقل عن 10% منهم للإقامة في المدن الجامعية وإلى غير ذلك الكثير من التسهيلات. بينما ينظم الباب الرابع الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل مثل وضع نسبة 5% على الأقل لذوي الإعاقة والأقزام في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملاً فأكثر، مع تحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل لأكثر من هذه النسبة بزيادة الإعفاء من الضريبة على الدخل، وكذلك تخفيض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة والأقزام أو لمن يرعاهم. ويوضح الباب الخامس المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والبنائية للأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن سهولة الاستخدام والانتقال والإعفاء من الضريبة المكلفية للسيارة الخاصة باستخدام ذي الإعاقة والإعفاء من الرسوم القضائية في الدعاوى الخاصة بتطبيق هذا القانون وغير ذلك من الإعفاءات. ويؤكد الباب السادس على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية وإنشاء والانضمام للمنظمات النقابية الخاصة بهم. وعندنا أول استحقاق هيطبق فيه هذه الحقوق الدستورية السياسية في إن شاء الله الانتخابات الرئاسية القادمة، ونأمل أن يكون هناك ظهور مرفوض للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في هذا الاستحقاق الهام.